تسمعوها معايا. مع بعض بنتعلم ونصحح معلومة، من حكاياتنا بنفهم حاجات مش مفهومة. كل يوم حكاية وبسمة وضحكاية، حالا يا حبايبي هتسمعوها معايا. مع بعض تقويم الأسنان. أهي البطة السودة، أهي أهي البطة السودة، أهي أهي. بس عيب، مش هنلعب معاكم تاني. انتي أختي آه، بس بسنان الأرنب دي انتي شبه بطة سودة في فيلم ليتل تشيكن. بس يا سليم، لا والله دي أحلى حاجة سنانها اللي شبه الأرنب دي. سيبك منه يا ليان، أنا زعلانة قوي ومش عارفة أعمل إيه. أنا كمان شايفة أن سناني شكلها مش حلو، بس أعمل إيه؟ تفتكري ليهم حل؟ لو مضايقينك قوي ممكن نعمل لهم تقويم. إيه التقويم ده؟ التقويم ده حاجة حلوة جدا. أولاً بتساعد السنان أنها تظبط في مكانها، وكمان بيبقى فيها ألوان حلوة قوي. مش عارفة، أنا هجيب ميمة وتقولك الصح ونعمله. ميمة يا ميمة يا جنية السنان، قول الحقيقة وخلي الصح يبان. زيكم يا ولاد، عاملين ايه؟ عاملين بطة سودة على العشاء. لو قصدك اللي في بالي يا سليم، هاخد سنانك معايا وانا ماشية. انت بتتريق على ليان؟ لا لا لا، انا كنت بهزر. هو صحيح يا ميمة، ينفع أعمل تقويم لسناني وترجع حلوة تاني؟ أيوة طبعا، هتبقى أحلى من الأول كمان. بس أنت حلوة كده يا ليان، لو مش حابة تعمليها خلاص. لا أنا فعلا حابة أعملها، بس خايفة، ومريم بتقول إن السنان هترجع زي الأول، وأنا خايفة إنها ما ترجعش. لا ما تقلقيش، التقويم بيرجع السنة مكانها وبيعدلها من الجذور بتاعتها، فاستحالة تتعوج تاني. مش بس كده، التقويم بينظم الأسنان في بقك. صحيح بيبقى فيها ألوان وكده؟ أيوة، التقويم ده بيبقى عبارة عن دعامات بتتحط على السنان، وبيبقى رابط بينهم أستك، بس قوي جدا الأستك ده، وبيبقى ملون. ولو عايزة تعملي كل سنة لون هتعمليها، وهتبقى عندك ألوان كتير. الله، أنا عايزة من ده. وده يا ميمة أعمله فين؟ عند الدكتور محمد طبعا، في عيادة ميمة، عشان لازم الدكتور اللي بيعملها يبقى متخصص فيها وعارف يتعامل معاها إزاي، عشان أي غلطة بتعمل نتيجة عكسية. وأهدي يا ست ليان التقويم الجديد بتاعك، ألف مبروك يا ستي. الله، دي حلوة قوي. التقويم بيخلي كل السنان تطلع سليمة، ويحافظ على أماكن الأسنان إنها مش تروح لمكان سنة تانية وحاجات تانية كتير. الله يا ليان، شكلك زي القمر.